متتبعي قناة الفاس بريس، مرة أخرى قلوب المغاربة مع المنتخب المغربي، ولكن هذه المرة في إطار إقصائيات نهائيات كأس العالم اللي غتقام بدولة قطر. دولة قطر الدولة العربية اللي تستقبل هذا الحدث، وهذه أول مرة دولة عربية تستقبل حدث عالمي بهذا الشكل. هذا المنتخب المغربي يرغب يعني التأهل في المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، ولكن هذا الشيء ضروري يدوز أو يمر من بوابة الكونغو الديمقراطية. الكونغو الديمقراطية اللي كانت تحمل اسم الزائر واللي تأهلت إلى كأس العالم 1974، يعني 4 سنوات بعد المشاركة الأولى للمنتخب المغربي سنة 1970. تاريخ الكونغو الديمقراطي يعني معروف في إفريقيا، تاريخ يعني كبير. المنتخب المغربي أيضا يعني شارك لخمس مرات في كأس العالم، وهذه المرة هي المرة السادسة اللي تيطمح فيها باش يشارك في هذا الحدث العالمي. من أجل مناقشة حيثيات كأس العالم وعلاش نحن يعني تنتحمسوا لكأس العالم أكثر من تحمسنا للفوز بكأس إفريقيا، نناقش مع السي عبد اللطيف متوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين. السي عبد اللطيف متوكل، المنتخب المغربي الآن عنده واحد المباراتين فاصلتين لأجل التأهل لكأس العالم، علما أن يعني الخروج ديالو من كأس إفريقيا أثر مجموعة من واش إلا تأهلنا لكأس العالم غادي نقولوا بأن الكرة المغربية بخير وعلى خير. أولا أن يكون المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حاضرا في كأس العالم بانتظام، هذا إنجاز يحسب لكرة القدم الوطنية، لأنه عندما يحضر اسم المغرب في تظاهرات دولية ضخمة مثل كأس العالم، فهذا لا يمكن إلا أن يصب في مصلحة كرة القدم الوطنية، وأن يدفع في اتجاه تطوير وتحسين مستوى على مستويات عديدة. لذلك فنحن شاركنا في كأس العالم 5 مرات، والآن نتطلع للمشاركة السادسة. بإمكان أي متتبع أن يطرح هذا السؤال، ماذا استفادت كرة القدم الوطنية من هذا الحضور في كأس العالم؟ نتمنى أن تكون لسادس مرة إن شاء الله. لذلك أعتقد بأن المشاركة في كأس العالم هي تتيح الفرصة لنا نحن كإعلاميين ولا كمتتبعين ولا كجماهير ولا كمسؤولين أنهم يستفادوا من التجارب الرائدة في العالم. ولهذا إذا كانت اليوم الأزمة ديال الرياضة الوطنية راهي في العمق أزمة تسيير والتدبير في المقام الأول، لذلك كنتمنى هو اليوم ملي كنشوفوا كأس العالم اللي غتجرى في أول بلد عربي غيحتضن التظاهرة اللي هي قطر، وغتجرى لأول مرة في بلد يقع في منطقة الشرق الأوسط. لذلك فأتمنى أن المسيرين يتوما يستافدوا، لأنه هما اللي في موقع القرار وفي موقع التوجيه. لذلك يجب أن يستخلصوا العبرة من الخطوات العملاقة التي قطعتها مجموعة من الدول والتجارب الناجحة في كرة القدم على الصعيد لا العربي ولا القاري ولا الدولي. بعض يقول بأن المشاركة في كأس العالم يعني 6 ولا 7 مرات ولا حتى 8 مرات يعني لا تعني شيئا في غياب واحد الكأس اللي كأس إفريقيا، احنا تنلعبوا في إفريقيا، الأولى أننا نعطوا هذا الحماس ونعطوا هذا الاهتمام باش نجيبوا كأس إفريقيا. تنشوفوا بأن الخروج من كأس إفريقيا تيكون الخروج يعني تيترم جدل قليل، في حين أن كأس العالم تتسلط الأضواء ولا ما تأهلناش تكون ضجة. يعني شنو قراءتك في هذا؟ صحيح أنه اليوم الرهان يجب أن ينصب على إفريقيا وعلى كأس إفريقيا للأمم، خاصة أن المنتخب الوطني لم يفوز بهذا اللقب منذ دورة إثيوبيا في أديس أبابا سنة 1976. لذلك فهد الغياب الطويل لأي تتويج إفريقي هو صراحة له عدة تفسيرات، وهو أنه هل البطولة الوطنية أصبحت غير قادرة على إعطائنا لاعبين قادرين على أنهم يتنافسوا في هذه الأجواء الإفريقية، لأنه الكأس إفريقيا الأمم لا تشبه في شيء كأس العالم. لذلك فالمنطق اقتضي أننا نتنافسوا على اللقب الإفريقي، لأن التنافس على اللقب العالمي تبقى بعيد المنال أو ما غاديش نقول مستحيل، ولكن يمكن أن يتحقق في زمن ما. ما يمكنش نقولوا بأنه يستحيل، ولكن حاليا من 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة لا يمكن لأي واحد أن يقول لك بأن المغرب قادر على الفوز بكأس العالم. فنحن شاركنا في كأس العالم 5 مرات، المرة الوحيدة اللي تأهلنا فيها للدور الثاني كانت مكسيكو 1986. لذلك في الرهان ويجب أن ينصب
على كأس إفريقيا للأمم دون أن يعني بأنه كأس العالم راه هي التأهل ديال الثانوي. لا، الحضور في كأس العالم تيخليك أنك ضمن أجود المنتخبات على الصعيد العالمي. كأس العالم فيها 32 منتخب، ملي كتكون حاضر راك أنت من بين أفضل المنتخبات على الصعيد العالمي من بين 32. لذلك فعدم الفوز بكأس إفريقيا للأمم هذا يسائل القائمين على تدبير الشأن الكروي الوطني، يسائل الأندية، يسائل اختيارات ديال المدربين الذين يتم التعاقد معهم. لأن شفنا في كأس إفريقيا للأمم الأخيرة كيف أن مجموعة من اللاعبين كنا كنتمناو أنه يكونوا حاضرين في دورة الكاميرون 2021، ولكن تم إقصاؤهم لأسباب غير مفهومة. والدليل هو أن اللائحة التي ذهب بها هاليود زيتش إلى كينشاسا وسيخوض بها أيضا مباراة العودة ضد الكونغو الديمقراطية فيها بعض الأسماء اللي كان من المفروض أنها تكون حاضرة، في حال يحيى جبران، في حال عطية الله، دون أن نغفل أيضا أن هذه اللائحة تم إسقاط منها لاعبين متميزين كنا نتمنى أنه يكونوا مثل حمد الله، سفيان رحيمي، زهير فضال، وليد الكرتي. هذو أسماء تعطي، لأن في المنتخب شنو المعيار؟ المعيار هي الجاهزية، المعيار هو الجاهزية التنافسية والقدرة على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني. تكلمت على اللاعبين اللي تقصاوا، واللاعبين اللي تقصاوا اللي أثاروا ضجهم زياج، واش تعتقد بأن وحمد الله توا، يعني واش تعتقد بأن إلا تأهلنا، لنفرض أن تأهلنا لكأس العالم، أتكون بوابة بوابة المنتخب مفتوحة أمام هاد اللاعبين، أم أن صافي تغلق الأبواب؟ وشوف، واخا تحقق نتائج سارة ضروري أنك خصك تراجع الأوراق ديالك. كاين مواطن الخلال، كاين مكامن الضعف اللي خصها تعالج وخصها تصحح. نحن ذهبنا الى كاس افريقيا لم نفوز بكاس افريقيا، اخفقنا في العبور الى دور نصف النهايه اللي كان هو من بين الاهداف المرسومه هو ان المنتخب المغربي يكون في المربع الذهبي. بمعنى هذه المشاركه المخيبه في دوره الكاميرون كان يجب أن يستخلص منها الدروس والعبار، على الأقل نشوفوا بعض الاختيارات اللي هي واقعية وعقلانية ومنصفة. فسردنا مجموعة من الأسماء دون ذكر المزراوي وزياش، لأن زياش لاعب كبير الناس كلهم المتتبعين على الصعيد الدولي يستغربون كيف أن لا نجما مثل زياش ما كاينش في المنتخب المغربي. وأنا كما يقول، هل يمكن أن نتصور المنتخب المصري بدون محمد صلاح؟ لذلك اعتقد بان المفروض وان المدرب بتنسيق مع الجامعه، ومفروض تكون هناك اداره تقنيه وطنيه اللي كاين واحد العمل تشاركي، كاين تنسيق، كاين تشاور، كاين تتبع، كاين مراجعه، وكاين معايير. لانه اللي بان كاين معايير هي كتبدو غامضه في اختيار بعض الاسماء وفي اقصاء اسماء هي تتفرض نفسها. والاكثر من هذا هو انك قصيتي اسماء لم تمنحها الفرصه باش انني نحكم على واحد الاسم بانه صالح ولا ما صالحش للمنتخب الوطني، وانك خصك تعطيه الفرصه. انت ما عطيتيه لا فرصه اولى ولا فرصه ثانيه ولا فرصه ثالثه. بل اكثر من ذلك، الان ما وقع في كينشاسا بخصوص الاصابه ديال الزلزولي وعدم القدره ديالو على انه يكون في هذه المباراه، فهذا يعني بان الخطا الذي ارتكب الان ظهرت عيوبه، وهو الخطا ديال حرمان سفيان الرحيمي من انه يكون متواجد في لائحه المنتخب الوطني المغربي، بدليل ان سفيان الرحيمي كان حاضر في كاس افريقيا للامم رغم انه ما لعبش كثير، ما لعبش مباريات كثيره وما لعبش. وانت اعتمدت عليه في المباراه النهائيه، اعتمدت عليه كواحد اللاعب وقدم عطاءات اللي هي واعده ومشجعه. نهضروا على الاختيارات، والاختيارات تيتحملها في الاول وفي الاخر المدرب. البعض تيقول بان مصير المدرب واحد اسمها محسومه، سواء تاهلنا ام لم نتاهل الى كاس العالم، يعني ربما غادي يتم الفسخ مع العقد مع ديالو مباشره بعد التاهل الى كاس العالم. واش تتفق مع هذا الراي ولا لا خصنا نعطيو الفرصه للمدرب خاصه الى تاهلنا كاس العالم؟ اولا انا من وجهه نظري صعيب انه مدرب يتاهل معك لواحد الاستحقاق عالمي كبير وما يكونش متواجد معك. تتبان هذه وقعت المدرب وطني، مدرب محلي اللي هو اللوزاني رحمه الله عليه، ومشى بلينداز رحمه الله عليه ايضا. فاعتقد بانه ما يمكنش، الى رجعتي السي احمد للتاريخ ديال كاس العالم، محال واش تلقى شي منتخب تاهل كاس العالم مع مدرب ومن يمشي يلعب النهائيات مشى مع مدرب اخر. حنا الان ما غاديش نسابقوا الاحداث، انا تنهضر معك من الناحيه المنطقيه. بعد كاس افريقيا للامم الجامعه كانت تقول بانه يستحيل اننا
نفكوا الارتباط بهاليلوزيتش. لماذا؟ لأننا أمام استحقاق مهم ومباراة حاسمة، دور حاسم من مباراتين، ماشي من المنطق ولا من المقاربة العقلانية أنك تجي وتقول للمدرب الله يعاونك وتقلب على مدرب جديد اللي خصو ما يكفي من الوقت باش يتأقلم ويقوم بواحد العمل ويرتب لهذه المباراة المباراتين المهمتين. لذلك أعتقد اليوم كنا كنتمناو انه يتخذ القرار بعد مباشره بعد كاس افريقيا للامم. انا شفنا بعض المنتخبات الان اللي هي حاضره، منتخبات افريقيا حاضره في الدور الحاسم واتخذت قرارات بفكر ارتباط مع المدربين ديالها. اذا المنطق كان يقتضي فكر ارتباط مع ليوديتش مباشره بعد الخروج من ربع نهائي كاس افريقيا للامم. اما اليوم فاعتقد بان التركيز هو على المباراه الحاسمه يوم الثلاثاء بمركب محمد الخامس ضد الكونغو الديمقراطيه. هذه المباراه اللي غادي تعرف واحد الحضور جماهيري كبير وغتلعب في واحد الملعب اللي يبقى دائما مرتبط غير باللحظات الفارقه في تاريخ كره القدم الوطنيه. ما ننساوش بان هذا الملعب واللي احتضن المباراه الفاصله ضد زامبيا للتاهل لكاس العالم 1994 بالولايات المتحده الامريكيه، نفس الملعب احتضن المباراه الحاسمه ضد منتخب غانا باش نتأهلوا لكأس العالم ديال فرنسا 1998 والهدف الرائع اللي سجلوا خالد رغيب. هناك أحداث، هناك لحظات، هناك ذكريات جميلة كيحمل هذا الملعب اللي هو هذه الأيقونة مركب محمد الخامس. لذلك اليوم أعتقد بأن التركيز يجب أن ينصب على مباراة الإياب ضد الكونغو الديمقراطية لأن مباراة حاسمة، وبعد ذلك يجب تقييم هذه التجربة مع ليوديتش. وايضا الى تبين بان هذا المدرب يستحيل انه يستمر لاسباب معقوله، لاسباب محدده، هنا غيطرح السؤال شكون هو الخليفه؟ شكون هو البديل؟ هل ستستطيع الجامعه ان تبحث عن بديل مناسب قادر على انه هذه الفتره الفاصله عن مونديال قطر انه يوجد المنتخب الوطني؟ لذلك ما يمكنش نسبقوا الاحداث. هنا كنتمنى ونتمنى ان المنتخب الوطني المغربي يخرج من هذا الدور الحاسم مرفوع الراس ويحق ويسجل الحضور ديالو للمره السادسه في كاس العالم، المره الثانيه على التوالي بعد التجربه ديال 94 و98. كيفاش تشوف المقابله تاع يوم الثلاثاء المقبل؟ مباراه صعبه، مباراه صعبه. شوف اليوم ما وقع في المباراه ديال الذهاب من المضايقات والاستفزازات امور عاديه، هذه امور منتظره والفناها منذ سنوات، وحتى نكون منصفين هذه الامور لا تقع فقط في دول جنوب الصحراء، تقع ايضا في بعض الدول العربيه التي واجهناها. لذلك اعتقد بانه التركيز على المباراه ديال ديال ديال, ديال العوده، ولكن ايضا المفتاح ديال التاهل هو المباراه ديال الذهاب. ومع ذلك فاحنا يجب ان نكون متفائلين لان المنتخب الوطني المغربي محظوظ لانه غادي يلعب مباراه الاياب على ارضه ووسط في اطار هذه المسانده الجماهيريه اللي غتكون مسانده جماهيريه كبيره وغادي يكون عندها التاثير الايجابي. نتمناو وانه اللاعبين ديالنا يكونوا حاضرين ذهنيا ونفسيا وتكتيكيا بالشكل المناسب، لان المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه حتى هو غادي يجي باش يلعب اخر الاوراق ديالو وغادي يستنفر القدره ويعبئ الطاقات ديالو باش انه يحاول يخلق المفاجاه ويقتل المنتخب الوطني المغربي لكره القدم. سي متوكل شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله، ونتمنى ان يتاهل المغرب الى المونديال للمره السادسه. شكرا جزيلا.